أنه دون كل كبيرة وصغيرة باعتبار حتى الآن بأن لقاء الجيش والرجاء صفر لمثله. وأيوب العملود يضع الكرة في الشباك، تقدم لفائدة فريق الوداد. لاحظوا هدف جميل لفائدة الوداد، أيوب العملود ازدواجي على مستوى الأدوار، الدور الدفاعي والدور الهجومي. تمريرة من هشام بوسفيان لأيوب العملود، ما زاد من قسمه حتى الكرة.